أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وذكرنا وعبادتنا، واجعل ممن يدرك ليلة القدر ومن المعتقين في هذا الشهر المبارك. آمين آمين يا رب العالمين. ما زلنا مع أعظم الحقوق وأعظم الواجبات، هو حق الله على العباد وحق العباد على الله. نعود نذكروا بالحديث، البارح ذكرنا الصيغه ديالو اللي هي مختصره، نذكروا دابا الصيغه ديالو لان روانا البخاري ومسلم وابو داود والترمذي، نذكروا الصيغه ديالو الكامله. تروينا البخاري ومسلم في صحيحيهما وابو داود في سننه والترمذي في سننه عن الصحابي الجليل الاعلم بالحلال والحرام بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ. قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم مرت وقت، ثم قال لي: يا معاذ. فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم سرنا، فقال: يا معاذ. قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. وفي الرابعة قال: يا معاذ. قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إن فعلوا ذلك لا يعذبهم شيئا. هذا الحديث اشتمل من واحد الطرف البارد، وهذا الشيء كله كاع الحديث يتكلمنا على واحد الحاجة واحدة. شنو هي؟ هي العبادة، العبادة، وهي اللي قال سيد ربي سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا الإطار ديال العبادة، هذه كلمة تندوز هكاك، بل نظرا الأهمية ديالها دارها الله في سورة الفاتحة. بل سورة الفاتحة كلها فيها جوج حوايج، هي العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. لهذا واحد من العلماء سميتو ابن القيم الجوزي رحمه الله عليه دار ثلاثة المجلدات، جوج من هادو عاود كاينين أخرين. أش سما هنايا؟ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ثلاثة المجلدات. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. شو؟ باش نعرفوا الأهمية ديال هذا الأمر. والكلام ديالو عالي في هذا الإطار، والناس يهزوا داك الكلام ديالو للعلماء ويزيدوا يبسطوا. وناض واحد العالم من العلماء اللي باقيين دابا على قيد الحياة، قواه الله، اللي هو الدكتور يوسف القرضاوي، ودار واحد الكتاب سميتو العبادة في الإسلام. العبادة في الإسلام. شو تنعرفوا على العبادة؟ شو تنعرفوا على سيد ربي؟ إذا كان الغرض الأساسي ديال الخلق ديالي في هذه الدنيا هو العبادة، شو تنعرف؟ شحال عطيت هذه العبادة هذه؟ فحيت نعرف بأن الخلق ديالي الأساسي، وسيد ربي قالنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلهذا الغرض كاع ديال الانبياء والبعثه ديالهم وكل شيء هو عباده الله، والغرض ديال كل رجل وكل امراه وكل غني وكل فقير هو عباده الله عز وجل. فالعباده ماشي هي هذيك الصلاه اللي تنصلي وشو كي دايره خمسه الصلوات، لا 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 لا، العباده هي الحياه ديال كلها. قال تعالى: ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه هي العبادة. العبادة هي حياتك كلها يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى.
شي مره جالس مع واحد وقلت له ودي راه بغيتي غير تخرج من الدار غادي تقول الدعاء الفلاني، ولا دخلت غادي تقول الدعاء الفلاني، ولا بغيتي تلبس الحوايج تقول الدعاء الفلاني، ولا بغيتي تحيي الدرس تقول الدعاء الفلاني. يكون بسبب هادشي هذا زعما كاع حنا دائما حنا غير نعزل ربي، معناه خصو يخرج شي شويه ديال يطلق العناد لهذ الروح هذه. لا راك انت كلك من الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هاد الكينونه ديالك انك عبد لله هو شريف ليك. سيد ربي سبحانه وتعالى تيتكلم لنا على المسيح عيسى بن مريم، قال لك لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون. فالملائكه لم يستنكفوا يستكبروا، الملائكه اللي هما افضل خلق الله ما استكبروش باش يكونوا عبيد الله، فكيف انت اللي هو بشر ضعيف. فلهذا هذه العباده هذه نشوفوا الحديث ندوزوا دوزه الرسول صلى الله عليه وسلم تيحكي عليه معاذ بن جبل، هذا من اعلم الصحابه بالحلال والحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعلم الصحابه بالحلال والحرام معاذ، وكان رسول اليمن، وقال لي بما تقضي يا معاذ؟ قال بكتاب الله، قال فان لم تجد، فقال بسم الله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فان لم تجد، قال اجتهد رايي ولا اله، فضرب على صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله الى ما يرضي رسول الله. شي وحدين قال لك هذا الحديث هذا في السند ديالو شي حاجه، ولكن تيبقى المضمون ديالو صحيح. فشنو قال لنا معاذ بن جبل؟ قال لي كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار. رديفة من الردف، والردف هو إذا كان الشخص وراء شخص على حمار، حيث يكون على حمار تسمى رديفة. والردف هو دبور أو عجوز الحمار، اللور ديالو تسمى الردف. قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيني وبينه الا اخره الرحل. هو واحد العود اللي تيكون موراه باش يكون مطاكي هذاك اللي راكب، بمعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم راكب واحد العود، ها هو كاين وكاين معاذ بن جبل اخره الرحل. علاش معاذ بن جبل تيروي لنا هذا الشيء مدقق هكا؟ اولا ليبين لنا الامانه في نقل الحديث الاولى، ثانيا ليبين لنا انه كان شديد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه ما كاينش شي وسيطه ما بينه وبينه، ثالثا ليبين لنا تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعطيو للرؤساء والوزراء اللي كان في العصر الحالي اللي تيركب هو الثور والشيفور القدام، ما تيركبش غير جنب الشيفور. شي مره تيجي شي واحد تيقول لي لا تفضل تنكونوا غادي نركبوا بالطوموبيله حنا جوج، ها؟ وتيقول لي تفضل اركب القدام. تنقول لي انا لا لا الشخصيه تيركبوا اللور. فحتى تيقول لي عاودتي يرتبك، تنقول لي لا الشخصيه ديال هذوك المربعين، اما الشخصيه ديال الاسلام تيركب القدام شي بس مكان. فهذا التصور. واحد من الوزراء كان موصوف بالسكره وكل شيء مات، مش عند الله عز وجل، هاد اليابس دارت عليه شي وحده شي كتاب بالفرنسيه، معناها ردته شخصيه. هذا قال للشيفور، هذا مغربي هذا، قال للشيفور المرايا ما ديرهاش ديالي باش ما تشوفنيش، ماشي انا محتاج نركب اللور، حتى تشوف انا ما تشوفنيش، هذه المرايا بعيده. فجاي من الدار بيضاء الرباط والسيد فيه من السكر، تيخرج خصو يخرج من برا بزاف لا سميتو هذا. فهي قال لي قال يحبس باش غادي يخرج في لودورود. خرج الباب بقى محلول. فإذا به جا الريح دار الباب طرق وسدو والاخر دار ابارج وزاد ومشى حتى الدخله ديال الرباط. قال لي نعمس واش ندوزو على اليمين ولا على اليسار؟ ما تيجاوب واحد، عطيه رجع اللور هكا ما تيسالي حتى واحد. ويلي واش غادي يطرى معاك حتى كبور. فالرسول صلى الله عليه وسلم افضل خلق الله، راكب موراه واحد بن جبل. الثالثه الرابعه علاش راكبين حمار؟ وكاين هناك حمور اللي هي ركب عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد سميتو يعفور، هذا اللي ركب عليه في هذا الحديث هذا سميتو الوفير، وكاين واحد سميتو الدلدل، وهذه من السنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان تيسمي، فكان عنده ناقه سميتها القصوى، وكان عنده القصعه سميتها الغراء، وكاين عنده السيف سميتو البطار، كان تيسمي الحوايج. فشحال من واحد تيتعجب حتى يقول لي راس الطوموبيله ديالي سميتها زكيه.
يعني كيف الزكية؟ كيف بيتها زكية؟ علاش؟ لأنه ما عرف شو هو بأن هذه راه السنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمي هي راه سميتها مرسيدس سميتها الشركة وحتى هذيك راه سميتها باسم أحمر وعلاش غادي يسمي الرسول صلى الله عليه وسلم عاود عفير ولا يعفور ولا دلدل باش نمشيو مع الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي نقلدوا الكفار سموا لنا الفيلات حتى حنا بدينا تنسميو الفيلات ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي سمى حنا ما سميناش لا سميو فشحال واحد تقول لي شي سياره وفرحان بها وداك الشيء هذاك ودير لي واحد شي شويه ديال القطن قال لك زعما العيد وداك الشيء هذاك وكذا قول لي اسميتيها قالت لي انا سميتها كات كات ولا لا لا لا, لا اسميتيها عندها خصها سميتها ديالها انت تسميها بحال كذا علاش؟ لان السميه عندها اثار على الشيء المسمى لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدل السميات للحوايج اثار عليها كانت السميه مزيانه راه تيبان في حين تقول له انا سميتها زكيه سيد ربي تيزكيها قال لك شي واحد وشنو السميه ديالي قلت ليه قال لي مبروكه سميها مبروكه باش يبارك الله عز وجل فيها واحد السيد من الصحراء من جهه الشهاده ديال سميتو ديال الورد وداك الشيء هذاك فقال لك انا غادي نسميها زوليخه قلت لي سميها انت كاع حتى سميتو هيلاري كليتون فلهذا كل واحد يسمي اشنو بغا هنا تناخذوا هذه السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم والتواضع ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ارانا الطريقه ديال تلقيت الرسول صلى الله عليه وسلم شنو هالمال دابا نجيو نشوفوا الملقان شكون هو هو معاذ بن جبل فشنو قال لي المره الاولى يا معاذ لبيك وسعديك واللب هو الاجابه والسعد هي المساعده لبيك وسعديك معناها انا مرحبا يا رسول الله شنو بغيتي لبيك وسعديك انا مرحبا يا رسول الله قال لي المره الاولى وعاود زادو وعاود قال لي يا معاذ قال لي لبيك وسعديك فهنا باش نبان لنا المتعلم يجب ان يصبر على المعلم باش يقول لي ما صافي ولا انت انا مره واحده سمعنا يا لبيك يا سميتو يا معاذ يا معاذ يا معاذ انا راه شفتك راني كنسمع لا 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 يا اش قال سيدنا الخضير لسميتو سيدنا موسى عليه السلام انك لن تستطيع معي صبرا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت خبرا معناها اشنو واش انا تبعك قال لن تستطيع معي صبرا حتى يخص هذاك المتعلم ان يصبر على معلمه حتى يبارك الله في ذلك العلم الذي يعطيه اياه لهذا لا اسمع حتى المره الاخرانيه ثم هذا التشويق من الرسول صلى الله عليه وسلم باش غادي يهيئوا نفسانيا باش غادي نقي لي ذاك المسائل المهمه عاد قال لي ما حق الله على العباد فلهذا حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا يسمى النفي والاثبات لا النفي والاثبات لا اله الا الله شنو هي نفي لا اله نفي إلا الله إثبات فلهذا هنايا أن يعبدوه هذا إثبات ولا يشركوا به شيئا نافي بمعنى هذا هو لا إله إلا الله فلهذا قال ليه أن يعبدوه يعبدوه معنى يخضع ليه مع المحبة ولا يشركوا لا شمس ربي ولا يشركوا باش يأكدنا لأن هناك من كانوا يعبدون الله ويتخذون مع الله شركاء هادو مشركون بالله تيعبد وتيقول علاش تعبد الحجر هذا ما نعبده إلا ليقربنا إلى الله زلفى معنى هذا دار شريك وهذا أعظم الذنوب وهذا اللي ما تيغفرليش الله عز وجل إلا إذا استغفر وتاب الله عز وجل وتوبة نصوحة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالله خلقك تخصك تعبده لهذا قال سيدي ربي في الحديث القدسي أنا والإنس من حيث تقول أنا باش نصحح وتصنتوا القنوات الفضائية راه تصيب لك شي علماء حيت بغيت تكلم على سيدي ربي يقول أنا وزيد ولي داير الراس هكا يرد البال راه الله اللي تيتكلم ديرها أنا والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم الفقراء إلي شوف الله سبحانه وتعالى الرحيم خلقك وتتعبد واحد اخر معنى العباده بمعنى انك لا تستجيب لاحد مهما كان اذا امر الله عز وجل امرا بمعنى اذا قال سيدي ربي الله اكبر مؤذن
غادي تخلي المرأة ديالك وغتخلي الولاد ديالك وغتخلي التجارة ديالك وغتخلي كل شيء وغادي تقول لسيد ربي سبحانه وتعالى لبيك يا ربي أنا جاي لعندك سمعا وطاعة لسيد ربي. هذه هي العبادة، ماشي تتخلي الأوامر ديال سيد ربي وتبقى الأوامر ديال البشر هما الأولانيين. ونختم بهذا المثال هذا، مدير ديال المؤسسة النهار كله هو في اجتماع وجاي في الليل مدقدق، حيد الكرافات وحيد الفيسة وحيد كل شيء، وقال للمرأة أنا غادي نمشي نعس، قال استعشى، لا ما نعشيش أنا ما مساليش أنا. ولدوا اللي الله، وهذا هو الشباب اللي ولات يخوف الكفار، بدات ليهم الروح ديال الإيمان في قلبه، قال يلاه وصلت العشاء، أنت ما غاديش تعشى يلاه ما عليناش، صلت العشاء. عيش حتى الصباح نصليوها، وشكون اللي قال لك بغا تعيش حتى الصباح؟ قال لي غادي نعيش ونزوجك ونحضر لك في ولادك. شاد الجحود هذا، فمشى نعس. فإذا به الولد ما هناش الحال، هذا الباء هذا راه مدوخ هذا راه مسركل راه ما تيفهمش هذا والو. فإذا به الولد تيود العشاء، وسيدنا راه نعس يشخر حتى تسبع الشخرة ديالو للبيت ديال الضيان. فلهذا شنو دار؟ سرسر مجهد وشحن الباب وقال لي أبا راه المندوب. المندوب ما قال لي سير قول لي حتى الردة، خرج بالحفاء بالحفاء لباب الدار، قال لي فين هو ولدي؟ قال لي شتي با شتي المندوب خرج بالحفاء، ما تكسلتي ما تفوهتي ما والو، جاي تجري المندوب. والله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، قصدت مشخر على راسك. أما سيد ربي قال لي في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد ما ناقص من ملك الله شيئا. فالله عز وجل غني، أن الله هو الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.